بسم الله الرحمن الرحيم. يوم من الأيام جاء شخص للإمام الصادق عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، فسأل عن زيارة الإمام الحسين في شهر رمضان. فقال الإمام الصادق، قال: من جاءه، يعني من جاء لقبر الإمام الحسين عليه السلام خاشعا محتسبا مستقيلا مستغفرا، فشهد قبره في إحدى هذه الليالي الثلاثة اللي وهي الليلة الأول من ليلة شهر رمضان وليلة النصف وليلة الأخيرة، تساقطت عنه ذنوبه وخطاياه التي اجترحها كما يتساقط هشيم الورق بالريح العاصف. شايفين مرات الأشجار من تصير يابسة الأوراق مالتها يجي عاصفة يشيلها، فكذلك زار الإمام الحسين في هذه الليالي الثلاثة اللي يجي يزور الإمام الحسين كأنما مثل الأوراق الذنوب تروح عنه وتزيل عنه، حتى يكون من ذنوبه كهيئته يوم ولدته أمه، مثل ما واحد كأنما استوى جايب الدنيا وما عد أي ذنب، فليجي يزور الإمام الحسين في هذه الليالي الثلاثة كأنما ما عد ولا ذنب. الإمام الحسين عليه السلام بفضل الإمام الحسين الذنوب كلها تتساقط. وكذلك قال: وكان له مع ذلك من الأجر مثل أجر من حج في عامه ذلك أو اعتمر. كذلك هذه الزيارة أنه كأنما واحد رايح للحج وكذلك رايح للعمرة. ويناديه ملكان، ملكان ينادون من السماء يسمع نداءها كل ذي روح. هذا النداء ما يسمع إلا ذي روح يسمعه، لكن الإنس والجن ما يسمعه. فيقول إحداهما، الملك الأول يقول: يا عبد الله طهرت فاستأنف العمل. صرت طاهر، استأنف العمل. والملك الثاني يقول: أحسنت فأبشر بمغفرة من الله وفضل. إذن هذه الليالي ليالي عظيمة، خلوا إذا نقدر نجي نزور الإمام الحسين فنجي نزوره في هذه الليالي الثلاثة، وإذا ما نقدر من بعيد نسلم على الإمام الحسين صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله الحسين.